عناوين ثلاثة كانوا نافرين قبل زيارة وزير خارجية أمريكا ريكس تيلرسون للبنان، وكان متوقع مجيئه ليلاقي لهم حلول مع رؤساء اللبنانيين، اللي هن قصة البلوك 9، قضية الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وسلاح حزب الله. لكن زيارة تيلرسون للرؤساء الثلاثة ولدت تساؤلات عن خلفية هذه الزيارة شكليا وجوهريا، فتوقفت مصادر للنشرة من 14 أدار عند الطريقة يلي تم فيها استقبال تيلرسون، وشددت على أنه ما فينا نوجه الإهانة الدبلوماسية لضيف ومن بعد نقول أنه ما في شي صار. وقالت رئيس جمهوريتنا ما بينتظر ضيفه وهذا أمر محسوم، وحتى لو وصل الضيف بكير لازم أنه ينتظر رئيس الجمهورية، ولكن من غير المقبول أنه يتحجج وزير خارجيتنا بزحمة السير أو أنه ما يكون باستقبال وزير الخارجية الأمريكية بالقصر. وسألت المصادر هل أصبحنا بغنى عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ كما شددت مصادر 14 أدار على أنه أمريكا المنحازة لإسرائيل مش رح تصبح منحازة للبنان، ولكن هذا ما بيعني إهانتها بهذه الطريقة، فالدبلوماسية الذكية بتكون بعدم معاداة حدا، وأكدت أنه اللي حصل كان مقصود. وانطرح كتير أسئلة عن هدف أمريكا من وراء هذه الزيارة، خاصة أنه بدا فيها تيلرسون مستمع ومتساهل بطروحاته ومتفهم لوجود حزب الله كمكون أساسي بالكيان اللبناني بوقت رفض أمريكا لوجود حزب الله. ومع اتصالنا مع نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي، أكد أنه ما كان في نوايا من هذه الزيارة، إلا أنه كان مرور تيلرسون على لبنان أمر أساسي بدورته على العالم العربي. ومظبوط أنه تيلرسون كان يتوقع بصورة واضحة الردود التي أعطيت، سواء لشهد سلاح حزب الله أو لشهد الوضع المصارف اللبنانية والمال المتعلق بحماس، أو لشهد البلوك رقم 9، أو إلى ما هنالك مواضيع. كل المواضيع التي طرحها كان يتوقع الردود عليها، لأنه كانت القيادات اللبنانية قد سبق وأعطت هذه الردود للمبعوث الأمريكي الموظف وزارة الخارجية ديفيد ساندرفيلد. ولكن أنا أعتقد أن الذي حققه تيلرسون هو نيته المبيتة بالحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع تدهور الأوضاع وتثبيت الوضع القائم على الأرض منذ حرب 2006 حتى يومنا هذا. لذلك هذا كل ما كان يأمل تيلرسون من لبنان أن يحققه، ويسمع مزيد من الالتزامات بأن هدف قيادات الدولة هي إعادة إنتاج منطقة الدولة وتسليم الدولة شؤون وشجون وأمور في الساحة اللبنانية. وأخبرنا المحلل السياسي جاني منير عن أهداف تيلرسون من هيدا الزيارة. تجي أقدم العروض تبعه يلي قالوا بطريقة أو بأخرى، وهي العروض تبعه يعني طبعا بموضوع حزب الله ضمن الإعلان اللي قاله هو، بمعنى الضغط الإعلامي أو السياسي. إيه لما قال إنه ما في إلا الفرق السياسي والفرق العسكري اثنيناتهم مثل بعضهم، مش إنه هيك يعني، وبإطار يعني بشكل كان مغاير لموقفه بالأردن، واضح إنه بإطار الضغط بس. لكن بالمباحثات كان ما كان متشدد مثل شو اسمه ديفيد ساترفيلد، كان أطرى شوي، وترك العنوان الأساسي أنه طبعاً بدنا نلاقي حل لموضوع البلوك 9. يعني هاي جوهر زيارته له علاقة بهاي النقطة. فهل زيارة تركت عدة انطباعات وتساؤلات بالأوساط السياسية اللبنانية والإقليمية، فهل كان هدف أمريكا الأساسي هو منع تفلت الوضع اللبناني الإسرائيلي صوب الحرب؟